وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عند هذا العنوان والتساؤل: 6 أشهر على وصول تبون للرئاسة في الجزائر، أية حصيلة؟ هذا هو العنوان الكبير بعناوين فرعية. كثيرون يحاججون أن الحصيلة الأولى التي يمكن الحديث عنها عن جردة تبون 6 أشهر منذ إعلانه فائزا في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ما زال الحركيون يطعنون فيها، وحتى بلغة أرقام السلطة 60% من الجزائريين قطعوا هذه الانتخابات. العنوان البارز في حصيلة تبون يحج الكثيرون هو أولا زيادة الاعتقالات واستهداف الحركيين وتصفية الحسابات حتى مع الحراك كما يقول الكثير من المراقبين، واستغلال فيروس كورونا لذلك. الحركيون الحراك علق المظاهرات، الحراك الذي استمر لأكثر عام من عام علق المظاهرات والمسيرات اليومية تقريبا كما تحولت في بعض الأحيان الأسبوعية، كل يوم جمعة وكل يوم ثلاثاء، وزاد كذلك مع مرور عام وبمناسبة مرور عام يوم السبت، مما أثار جنون السلطة كما علق حينها الكثير من الحركيين، وزادت وتيرة الاعتقالات، تواصلت الاعتقالات بل وزادت، وتم استغلال فيروس كورونا لمواصلة الاعتقالات وإسكات كل الأصوات المعارضة، متابعة من يعلق على فيسبوك من له رأي مخالف، في مقابل أصوات ترتفع الآن وتستعد حتى في الجزائر مع الاستعدادات لرفع الإغلاق والحجر الصحي إلى العودة إلى الحراك، فيما عدا كثير من المحتجين على التضييقات التي يعانيها الناشطين على حرية الرأي. عادوا مثلا في تكزيرت اليوم بولاية تيزي وزو احتجاجا على ما يتعرض له الناشطين، وبشكل خاص في تكزيرت في مسيرتنا اليوم تضامنا، ودعوا لإطلاق سراح الناشطين عمراني محمد رزقي وسليم رحيم. نتابع جانبا من الأجواء في تكزيرت اليوم. كانت هذه إذن الأجواء في تكزيرت اليوم بولاية تيزي وزو، مسيرة ووقفة أمام محكمة تكزيرت للتضامن مع معتقلي الرأي عمراني محمد رزقي وسليم رحيم. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من لندن الياس فيلالي الناشط في الحراك. الياس فيلالي، أية حصيلة تمر اليوم 6 أشهر عمليا على إعلان تبون فائزا بالانتخابات، انتخابات 12 ديسمبر بكل الجدل المثار حولها، نحن 11 من جوان
أي حصيلة لتبول في اعتقادك؟ ربما كثيرون يحاججون وكنا نتابع الصور، ما يبرز في البداية هو استمرار بل وزيادة الاعتقالات. كثير من الناشطين الحقوقيين المحامين مثلا عبد الغني بادي كان يقول الوضع أسوأ حتى من نظام بوتفليقة، ما رأيك؟ شكرا أخي جمال على الاستضافة. صراحة هو كلام صحيح، يعني اليوم 6 أشهر بعد انتخاب تبون الحصيلة هي صفر، بالعكس بل الأمور تسير من خاصة في مجال الحرية. اليوم نشوف حسب المحامين والنشطاء أكثر من 1200 بين اعتقال واستدعاء وتضييقات و يعني صراحة يعني اليوم نحن في وضع كارثي. يعني تبون ونظام هذا نظام اللي يقولوا يسموا عليه الجزائر الجديدة، في الحقيقة ما كان لا جديد لا ولو، نفس النظام يستمر وما قدرش حتى يخصص يعني ميزانية لهذا الكارثة العظمى والتداعيات تاعها راهي جاية. أنا أعرف كثير من الناس بدون بقاو بدون شغل لمدة شهرين أو 3 أشهر، وفيهم كثير مساكين اللي على أبواب الطريق، يعني في كثير ناس اليوم كارير مساكين راه على ابواب، يعني راهم راح يعيشوا برا، يعني ما عندهم لا مصاريف ما عندهم لا شغل، وزيد بزياده راح يلقاو نفوسهم في الشارع. هذه يعني على غير، يعني شوفوا احنا مثلا في البلدان الاخرى المحترمه، كل البلدان العالم المحترمه خصصت يعني ميزانيه هائله، في بريطانيا تقريبا 360 مليار جنيه استرليني، في فرنسا تقريبا 400، في ألمانيا 1000 مليار أورو، في أمريكا 2 تريليون دولار، وبلدان أخرى. ولكن في الجزائر ما قدروش حتى يخصوا 100 مليون دولار. ولكن برغم الحكومة تقول وتبول، برغم كل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي هي أسعار النفط، هناك إجراءات، مليون لمساعدة المحتاجين مثل أخي. مليون وش هو مليون يا أخي جمال؟ الله يخليك، مليون هو 50 أورو. 50 أورو ياخذوا يعني عامل النظافة هنا في نص اليوم، يعني احترموا شوية عقول الجزائريين بالله عليك. اليوم لولا هذا الهبة الشعبية وهذا التضامن الكبير، وخاصة من الجالية الجزائرية في الخارج والجمعيات الخيرية ويعني الجيران والأهل والأقارب اللي راهم يعني خفوا من المعاناة تاع الناس، والله لا راهي الكارثة. وجاية تداعيات يا أستاذ جمال، والله لا تداعيات خطيرة. الجزائر راح تعيش بؤر توتر، الجزائر راح تعيش الاستقرار، وهذا الانسداد العظيم هو النظام هو المسؤول عليه، لان هذا النظام جاء بالتزوير ويريد ان يفرض رايه. واليوم وكاننا في حاجه الى مسوده الدستور، العمارات تنهار والناس راهي تموت، هو يخمم لي في مسوده الدستور. واش نديروا احنا بالدستور؟ احنا في الحقيقه ما غير مهتمين بهذا النقاش، لان النقاش الحقيقه هو الجزائر الجديده في ضمن نظام جديد. النقاش تاعنا هو الحراك، هو يعني الحلول، هو الافاق الجديده، هو يعني الشرعيه المفقوده. النظام هذا والله لن يرى يعني سل، يعني ما راحش يشوف يعني الاستقرار بدون غياب هذه الشرعيه وبهذه الممارسات. صراحه الممارسات كارثيه لبوتفليقه. بوتفليقه نعم نقولوها ونعاودوها، بوتفليقه ما عشناش هذا الرعب وهذه الاعتقالات وهذا الارهاب وهذا والضرب والشتم واعتداء على حرمات الناس والمضايقات في المنازل تاعهم، يعني شيء يندى له الجميع. ولكن الحراك سيرجع. ويعني شوف مثلا اخي جمال، يوم كان الحراك في اوجه ما كانتش الاحكام تفوت 6 أشهر وكانت احكام مخففه. اليوم لما دخل يعني الناس دخلوا للبيت احترام، يعني كان في حكمه كبيره من شباب الحراك ومن ناس الحراك، يعني للحفاظ على الصحه العموميه. ولكن النظام بالمقابل يقابل هذه الحكمه وهذا التعقل
وهذا الـ 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 يعني القرارات الصائبة ب يعني ضرب ومحاولة كسر الحراك، هم يعملون كل ما في وسعهم لكي لا يعود الشعب إلى الشارع، ولكن كما يقولوا هما هيهات هيهات، الكلمة المشهورة تاعهم. طيب. هذا الشعب انطلق في المسار التحرري، خلاص يا با دو مارشاريير، احنا ولاد عميروش مارشاريير ما نولوش والله. طيب. قضية وقت فقط، سيبقى هذا الشعب في الشارع وسيعود بقوة وسيعود بثوب جديد وسيعود بأفكار جديدة. اليوم راك تشوف أخي جمال، الجزائريين رغم الحجز الصحي، ولكن شفنا نقاشات وشفنا على التواصل وشفنا على الزوم. طيب. مئات ومئات. طيب استسمحك الياس، ساعود اليك، دعنا نشرك معنا في النقاش الان من الجزائر يمين عليلي المحاميه والناشطه الحقوقيه. استاذه يمين، كنت في تكزيرت اليوم في هذه الوقفه التضامنيه مع عمراني محمد رزقي وسليم رحيم، لو وضعت المشاهدين معنا في صوره هذه الاحتجاجات وهذه المسيره وهذا التضامن. مساء الخير عليكم. الزلف الاول. بون، في بادئ استسمحوا لي بان من اغتنم الفرصه من هذا المنبر للتعبير عن شكري وامتناني لمسانده الشعب الجزائري للهجوم الذي تعرضت له في الاسبوع هذا التي اعتبرها نوع من الضغوطات التي يمارسها النظام على النشطاء وعلى حتى هيئه الدفاع، حيث شهدنا في هذا الأسبوع أكثر من 3 أو 4 هجومات على أعضاء من هيئة الدفاع، وهذا دليل أن الهيئة مستهدفة وأنها فعلا لها دور فعال في ثورة سلمية، خاصة الدفاع عن معتقل الحراك والتنديد بهذه التجاوزات التي تحدث في العدالة الجزائرية أو حتى في السجون الجزائرية. بالفعل اليوم كانت هناك مسيرة لمئات الأشخاص في مدينة تيكزيرت التي تعتبر هذه المسيرة مسيرة 34 التي تشهدها مدينة تيكزيرت منذ بداية الحراك إلى يومنا هذا، كل يوم خميس، خاصة بعد الاعتقالات التعسفية التي شهدتها المنطقة لأبنائها، المعتقل السابق أشرفوش عمر، المعتقل الحالي عمراني محمد أرفقي، حيث استأنفوا المسيرات تزامنا مع هذه الاعتقالات رغم وجود الحجر الصحي، لكن مواطني مدينة تيكزيرت خرجوا للتنديد بهذه الاعتقالات التعسفية واعتقالات أبنائهم. كذلك هدف هذه المسيرات هو طلب إطلاق سراح أبنائهم وإطلاق سراح كذلك جميع معتقلي الحراك المتواجدين في سجون النظام. طيب ماذا حدث؟ أنا كنت سأسألك عن الحملة التي تعرضت لها ومعك كذلك زملاء أيضا الأستاذ نبيل إسماعيل، لو وضعتنا في صورة هذه التهجمات التي تعرضتم لها. هذه التهجمات كانت بكل الطرق، أنا تعرضت لهجوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأصل أو الهدف من هذه الهجومات كما قلت سابقا أن الهيئة مستهدفة وأن عمل الهيئة له دور في الثورة، في هذه الثورة كذلك يعود إلى التنديدات أو وقوف الهيئة كرجل واحد لمواجهة هذا النظام ولمواجهة جميع الخروقات، خاصة الخروقات القانونية التي نتعرض لها يوميا أو يتعرض لها الشعب الجزائري يوميا، خاصة من جهة الحقوق والحريات التي نجد أنها تضمنها جميع القوانين الجزائرية، إلا أنه نجد خلقا فادحا من جهة، خاصة من جهة السلطة. طيب ولكن في المقابل ما رأيك اليوم في تيكزيرت والذين طرحوا تساؤلات أنه الوضع ما زال خطيرا مع كورونا وكان يجب أن لا يخرج هؤلاء الاعتبارات مخاطر فيروس كورونا، خاصة في تيكزيرت كما
قال الكثير من المعلقين. ما رأيك؟ أم أنه هؤلاء طفح الكيل بهم مع ما يرونه ظلما وحجرة واستمرار للاعتقالات؟ أخي الكريم، السؤال هذا يعني في طبيعة الحال نورمالمون في الدولة أو النظام القائم هو الذي يجاوب على هذا السؤال، لأن كيف نجد للنظام بحد ذاته هو من قام بكسر قواعد الحجر الصحي، وذلك بهذه الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها يوميا أو شنها يوميا على مواطنين أو نشطاء من الحراك، وهذا ما دفع بمواطني تكزير أو حتى في أماكن أخرى من الوطن نجد أن هناك مسيرات أو وقفات تنديدا بهذه الممارسات، وبالتالي نجد أن النظام هو من دفع بالشعب للخروج إلى الشارع وتمسك بمطالبه، مطالب ثورة شعبية، كذلك لطلب لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين خاصة في زمن الكورونا أو في الفترة هذه بالذات. طيب، كنت تشيرين إلى هذه الاعتقالات، نحن نتحدث عن تبون 6 أشهر منذ وصوله إلى الرئاسة، ما تقييمك؟ ما رأيك؟ هل تشاطرين رأي حقوقيين يقولون أن الوضع أسوأ في هذا المجال مع الاعتقالات التي متواصلة من نظام بوتفليقة؟ بطبيعة الحال، وأي حصيلة سوف نتحدث عنها بعد 6 أشهر من، ولا أقول من انتخاب رئيس الدولة، بل أقول من تعيين رئيس الدولة، وأي حصيلة سوف نتحدث عنها اليوم؟ النظام في هذه بهذه الممارسات التي يقوم بها ضد الشعب الجزائري، يحاول أو يدفع بالشعب الجزائري أن يقول أن النظام بوتفليقة أحسن من النظام الحالي، لكن نجد أو يمكن أن نقول أن الحصيلة لم تتغير من النظام البوتفليقي إلى النظام الحالي، من نهب خيارات البلاد، تهجير الشبيبة الجزائرية، تفقير الشعب الجزائري ليصبح أفقر شعب في العالم، قمع الحريات والحقوق، غياب خاصة حريات التعبير، خلق أو هجوم على كل الحقوق التي يحميها ويضمنها القانون. فالوضع الذي نعيشه حاليا في الجزائر أنا أعتبره هو وضع كارثي، بالإضافة إلى هذه الاعتقالات التعسفية التي يشهدها المواطنين يوميا. فأي وضع نجده أو سوف نعبر عنه في الدولة الجزائرية حاليا فهو وضع كارثي بأتم معنى الكلمة. هل في اعتقادك، هل تشاطرين من يرون أن هذه الاعتقالات استغلال فيروس كورونا لتصفية الحسابات مع الحراك وأيضا لمنعه مع اقتراب رفع إجراءات الحجر، وإن كان كما كنت تشيرين المنتقدون يقولون بالعكس الحراك أظهر نضجا وتم تعليق المسيرات في مقابل السلطة هي التي تسمح بالتجمعات الأفلان والأرندي في القاعات المغلقة مثلا؟ هل القصة كلها الهدف من وراء هذه حملات الاعتقالات هو تخويف الحراكيين وضربات استباقية لمنع عودة الحراك؟ بالفعل نجد أن هذه الممارسات التي تقوم بها السلطة حاليا أو النظام حاليا هي محاولات إجهاض للحراك، هي محاولات كسر الحراك ونشر نوع من التخويف والترهيب في نفوس المواطنين أو الشعب برمته. فهذا لدليل قاطع أن النظام لا يريد أن يعود الشعب إلى الشارع، وهذه الممارسات مفهومة من الشعب الجزائري، لأن الشعب واعي يفهم كل أي وسيلة أو أي طريقة أو أي تجاوز يصدر من السلطة له مفهوم واضح، هو وقف هذه المسيرات، هو إسكات هذا الشعب الذي خرج في منذ أول يوم من هذه المسيرات. وهذا وكذلك هذه الجهات أو هذا النظام يريد أن يفرض نفسه وأن يضمن بقائه، إلا أن هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الذين يتمسكون بالسلطة نجد أنهم مرفوضين من طرف الشعب، ما جعلوا
ما جعل هذا الشعب العظيم يتمسك بهذه الثورة السلمية، ونجد أن الثورة هذه الثورة السلمية هي الأمل الوحيد لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ سنين، أي منذ 62 إلى يومنا هذا. وهذه الجزائر كذلك الشعب الجزائري لأن نجد أنه لا يعيش فقط أزمة اقتصادية أو اجتماعية، فإنه يعيش أزمة سياسية يجب معالجتها أولا، وهو الوصول إلى أو تحقيق هدف الحراك، هو رحيل هذا النظام وإسقاطه برمته. شكرا جزيلا لك يمينة عليلي المحامية والناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. يا سلالي، ما رأيك، هل نحن أمام وضع جديد، جزائر جديدة، مشهد جديد، انتظروا فقط تصبروا كما يقول سفيان جيلالي الذي كان يحسب على المعارضة، أم نحن أمام وضع أسوأ من نظام، أو ربما كما كانت تقول سيدة يمينة عليلي أنه هناك إيحاء بأنه ربما وضع بوتفليقة أفضل وأنكم خسرتوا نظام بوتفليقة؟ هل معقول إلى هذه الدرجة، أم أنه في منطق النظام ومن يدافعون عن النظام هذه كلها مبالغات؟ أخي الكريم، صراحة بدون شرعية نحن في انسداد عظيم، والانسداد يتحمل التداعيات على الانسداد، يتحمل السلطة اللي عمرها ولا كان احترمت هذا الشعب. يعني نقول لك انا يؤسفنا، يعني احنا كجزائريين وكل النضالات وكل يعني الحروب اللي وكل ما عناه هذا الشعب وكل التضحيات، يعني مليون ونص الاستقلال لتحرير الجزائر، نصف استقلال، ثم في التسعينات يعني ربع مليون جزائري مات، وللاسف بعد 30 سنة نحن نتراجع يعني بارابور انو، يعني مقارنة بجزائر ستينات وسبعينات وثمانينات نحن نتراجع. يعني اليوم النظام مفلس، يعني ما عنده ولا حلول، ما عنده حتى حلول. ويعني واحد والله العظيم يعني بعض الاحيان كما يقول لك شر البلية ما يضحك، لما يقول لك النظام سيتصل ب 25 الف خبير جزائري، يعني والله العجيب، وكيف يعني الى من وين يجيو وكيف، وفي ظل هذا النظام يعني مستحيل ان الجزائري الخارج اللي عايشين في رفاهيه وعايشين في انظمه ذكيه وعايشين في احترام يجوا الى نظام لا يحترم الذكاء ولا يحترم العلم ولا عنده حتى رؤيه. اخي الكريم جمال، والله ما عندهم حتى رؤيه. طيب، ولكن في المقابل من يدافع عن النظام، من كان مع المعارضة، سفيان جيلالي مثلا، لا هؤلاء الذين في الحراك بعضهم راديكاليين، وأن هناك انقسام في الحراك، وأن السلطة مع تبون عليكم أن تصبروا فقط، هناك دستور وفيه بشائر الحريات والحقوق. والله صراحة أخي جمال ما شفت واحد يدافع على هذا النظام الغبي إلا منتفع أو يعني مريض نفسي، مريض نفسي صراحة، ماهوش عايش في الجزائر، ماهوش ما يعرفش الجزائر. وبالتالي كل واحد يدافع عن النظام إما ماهوش في الصورة، وإما إنسان صراحة بغباء، لأنه ماهوش يشوف، يعني متصل دائما بالشوف القنوات نتاع الرداءة، وإما إنسان منتفع ويدافع على هذا النظام بكل ما أتى الله من قوة. ولكن يعني ولكن لما لا اعتباره من منطلق الواقعية في مواجهة الراديكالية؟ اي راديكاليه يا رجل، يا رجل هذو الناس دمروا بلاد يا اخي، هاد الناس راهم عطلوا بلاد، هاد الناس راهم افشلوا، يعني حطموا مشاريع تاع الملايين، هاد الناس راهم هجروا الملايين، هاد الناس فقروا اكبر دوله في افريقيا. اي راديكاليه؟ الحراك بحكمه، الحراك عنده حلول، الحراك سلمي، الحراك والله العظيم اخي جمال، او قالها الاخ مهري ربي رحمه سيد مهري، قال سيأتي يوم والله تبحثون عن العقلاء وما تلقاوش، ما تلقاوش مع من تتكلم. احنا الخوف على الجزائر، اذا كان فوتوا الفرصة هذه اخي جمال تاع هذا الحراك السلمي وهذا الحراك الرائع وهذا الحراك اللي راهو، اين الراديكالية يا اخي؟ انت اكرمك الله لو واحد يصاب بالبداء السرطان
في يده ثم يعني في يده ويقال له أنا لا لازم تقطع يدك يعني لكي يعيش نعم لابد من بتر اليد لكي يعيش. طيب يعني أنت تشبه النظام كأنه سرطان وبحاجة إلى حل جذري وعلاج الجزائري إلى حل راديكالي إن كان يعني. والله العظيم أخي جمال ما دام هذا الأفلان وهذا الوباء الحقيقي هم هذه الأفلان والأحزاب هذه اللي راهي بالمناسبة ما رأيك في من ينتقدون الذين يخرجون في تكزيرت مثلا والذين طفح بهم الكيل في مقابل كثيرون يصمتون عندما يتعلق الأمر بمؤتمر الأفلان والأرندي في عز فيروس كورونا؟ يا أخي احنا شفنا اليوم في أمريكا ودول أوروبا الناس خرجت لي كان يعني ما خرجوش من أجل أمر يعني هين ولكن خرجوا من خاطر عظيم وباء العنصرية. احنا اليوم عندنا وباء أكثر من الكورونا في الجزائر هو وباء الاعتقالات وهذا يعني الاستبداد. اليوم الجزائري خايف، الجزائريين خايفين كثير من الصفحات على الفيسبوك وكثير من الناس كانوا يعلقوا يعني اليوم يعني في سبات خايفين يعني يسجن 18 شهر من أجل بوست فيسبوك لأنه طبعا يعني بالمناسبة هذا مثلا حالة يعني محزنة ما ينقله المحامي طارق مراح عن المهندس نبيل شرفي في تبسة. الكلمة الأخيرة قالها للقاضي في محكمة تبسة: الحمد لله أنا لم أقف أمامكم سارقا أو مرتشيا ولم أرتكب جريمة، الحمد لله محاكمة اليوم تزامنت مع جائحة كورونا وأن ابني لم يحضر الجلسة بسبب الحجر حتى لا يكره وطنه حين يرى ما حدث لأبيه بسبب حبه للوطن، لأنني ربيته على حب الوطن وأريده أن يبقى كذلك. هذا شاب لأنه علق في فيسبوك تم اعتقاله وحكم عليه ب 18 شهر على ما أعتقد، وأيضا الاعتقالات متواصلة. محاد قاسمي مثلا الشاب المناضل في أضرار وغيرهم نشطاء تيميمون وغيرهم من المسالمين السلميين هؤلاء راديكاليون كذلك. يعني صراحة والله هذا الشباب سيكتبوا التاريخ أنهم صنعوا التاريخ، صنعوا هذا البلد. والله البلد هذا نحن ما عدناش يعني سوء الظن في الله، نحن كل ثقة أن هذا الحراك سينتصر لأن احنا اخترنا الطريق الصعبة، ما اخترناش أن تهديم الدولة وما احنا نفرقوا بين النظام وبين الدولة. نريد تغيير نظام، لا نريد إسقاط الدولة. أين الراديكالية هنا؟ أين الراديكالية والشعب هذا خرج وله كل بالطرق المشروعة له في الدستور؟ طيب ولكن حتى ربما الياس بالمقارنة مع ما يحدث في الولايات المتحدة والعنف أنت في لندن، العنف الذي مثلا ضد الشرطة في لندن لا يمكن أيوة. مقارنة مع ما يحدث في الجزائر، يعني الصورة السلمية. واشنطن بوست وصفت الحراك الجزائري بأنه علامة فارقة في تاريخ العالم، يعني أليس كذلك؟ أخي جمال هنا بلندن الشرطة ضربت، والله ركلوهم ضربوا. في أمريكا حطمت سياراتهم. يا أخي سبحان الله، أين الراديكالية؟ أين الراديكالية يا سفيان يا جلالي؟ لأن نقول لك هذه الأحزاب يا أخي جمال والله ما عندها ولا شعبية في وسط الحرك، ولا نتحداه سفيان جلالي يخرج إلى الحرك، والله سيطرد شر طردة لأنه اختار النظام، اختار الأقوى على حساب الشعب، على حساب الشعب. ممكن صح الشعب ما علق الحرك لحكمة وللمصلحة العامة والصحة العمومية، ولكن سيخرج الحرك والله سيندمون على كل هذه يعني تصرفات لحم والقرارات وهذا يعني باعوا يعني باعوا قضية الشعب. هم اللي كانوا أمس في الحراك وهم اللي كانوا ويتمجحوا أنهم كانوا أول من عارض بوتفليقة. لا مش أنت مول أول من عارض بوتفليقة، مش أنت أول من عارض بوتفليقة، لا يعني صراحة هذو اختاروا صف القوي، اختاروا السلطة، اختاروا. لأن نقول لك علاش، والله لا وزن لهم، والله لا وزن لهم. أنا نتحداه سفيان جلالي والله غدوة يكون انتخابات، والله نتحداه إلا حصل على 2000 صوت، 2000 صوت ما حصلش عليها سفيان جلالي. وكيف يعني عنده هذه الجرأة أنه يتكلم وكأنه أبو الحراك وكأنه يفهم خير من الناس وكأن هذا الشعب غبي؟ لا، لا تجتمع أمتي على ضلال، والله هذا الشعب كله حكمة لأنه اختار لا دوري دون لو طون. هذا النضال هو احنا درنا له وقت. طيب. إنسان اللي متسرع
إنسان. في كثير من الناس ممكن شباب يريدون أن يذهبوا العنف، ولكن العنف لا يخدم هذا الحركة بل يخدم السلطة وأدنبها. طيب يبقى معنا الياس فيلالي، انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر محمد خلفاوي الضابط السابق في المخابرات الجزائرية. سيد محمد خلفاوي، ما تقييمك 6 أشهر على وصول تبول للرئاسة؟ ألو. نعم مساء الخير. ألو. مساء الخير سيد محمد. أهلا. مساء الخير. ما تقييمك 6 أشهر على وصول رئيس أو وصول تبول للرئاسة؟ أصبح رئيسا للجزائر الآن 6 أشهر مرت، ما رأيك؟ ربما نربطك برقم أو عنوان الجيش. مجلة جون أفريك تقول أن تبون يعيد تشكيل الجيش الجزائري على هواه وبدون إحداث موجات، عكس تنقل عن شخص نافذ في السلطة كما تزعم أن تبون عكس ما يقال أنه لعبة في أيدي الجيش، هو يظهر أنه استراتيجي قادر على التعامل معهم، ما رأيك؟ حتى اذا كان تكلمنا ما يقدرش نتكلم على رئيس لعبه بين ايدين الجيش ولا ما يقال هنا وهناك. لا، هذا اولا جاء رئيس، فهو على كل حال ما نعرفوش بكل، انا ما عنديش يعني ما يقام به الانجازات نتاعو بكاملها، لكن عفوا انه لا لونسي بدا في لا كونستيتيوشن بدا يحطها للنقاش مع البنود اللي تغيرت ولا اللي زادها ولا. بالنسبه للجيش بارك ان ذهب او وفاه رئيس الاركان، فما بسرعه يعني عين واحد حتى وان كان الى انكور انتيريمار معناها بالنيابه ما زلنا ما يعني ما ترسمش، لكن ما خلاش المنصب شاغر. ففي نفس الوقت ثاني كان فيه تغيير في الامن الداخلي على رأس الأمن الداخلي، وكل عرفوها وكل يعني، وزاد حتى يعني عزز رئيس الأمن الداخلي بنائب مهني حتى ما كان ما عندناش ما نقولوا في رئيسه. أما في من الناحية الأخرى فالظروف هذه تاع المرض هذا لا بانديمي هذه اللي صارت وشي ما هيش باش تسهل لاي شخص باش يكون، انما قد يعني نقولوا نوعا ما بالنسبه للبلدان الاخرى فالعمليه لي طاماجور تاع الصحه اللي مكون من خبراء والى اخره عرف كيفاش يسير الى حد الان، يعني ما سي باس ماهيش يعني ب 100% حاجه يعني ناجحه، انه ربما كنا نديروا شويه اكثر من ديبيستاج وامور اخرى. فمشينا للكونفينمون للحجر الصحي هذا حتى يعني ربما ما خديناش بعين الاعتبار العائلات الجزائريه اللي تعيش في ثلث في غرفه فيها ثلث بيوت وهما 8 عباد ولا شيء، يعني في النهار كامل في البيت حتى العادات نتاعهم والعادات نتاعنا احنا الام والجد والاب في شيء تخالط مع الولاد، يعني فيها واحد الامور هكا. لكن امام الخطر هذا فهل كان لنا شيء اخر؟ في هذه يعني يصعب لي انا شخصيا حتى يعني باش نقيم رئيس جمهوريه بكامله، لكن الشيء اللي نشوف هو ان لدى كل خطوه اللي راهي تجرى هل هي يعني مواليه مع تأملات ولا الشيء اللي نرجعوا فيه من نظام جديد خاصة والتطورات هذه العالمية في الحالة في على حدود الجزائر في كل بلاد يعني فيها مشاكل، ما خرجنا بنظام آخر ربما يعني تسريح الجيش باش يدخل في الخارج طبعا تحت قيادات ولا تحت مع حسب طلب المنظمات الدوليه ولا خير، هذا راح يكون شيء جديد لنا. لماذا وش راح نشوفه من بعد؟ هي حاجه مليحه ومش مليحه. انا بالنسبه لي انا نقول حاجه بل يعني نشوفها ايجابيه ما نشوفهاش. ولكن ما رايك في من له مخاوف حول هذا الموضوع؟ طبعا افتتاحيه الجيش حول هذا الموضوع ترى بانه هذا التعديل الذي يسمح بعمليات للجيش في الخارج قطاعات عريضة من المجتمع
وجدت في هذا التعديل أو دعمته قوقرأته قراءة متأنية، ما رأيك؟ ولكن هناك من لهم مخاوف من هذا التغيير كما سمي في عقيدة الجيش الجزائري. لا أشوف الشيء اللي راح يكون للجيش هذا معناها خروجه من وراء الحدود في إطار دولي وإلى آخره، هذا ما يعني كان خبراء، كاين ناس اللي يعني أعطت رأيها واقترحت شيء، ثانيين كاين ربما ثاني تكلمنا فيها هذه ظهر لي ربما كان فيها يعني خبرة تاع الجزائر كدولة الخبرة تاعها في الميدان هذا، شافت ربما كان احنا تعرقلات او مشاكل طرحت خاصة مع دول الجوار والى دول اخرى، حيث لما اتفقنا باش يكون ايتاماجور كومان مع المالي والنيجر والاخرين، لكن الجيش ما يخرجش معناها ما تقدرش تضمن لي امني، نتفقوا على دفاع مشارك امني وانت ما تقدرش تبعد بشكل برا، معناها صرا فيها ربما، وهذا الشيء يخلي نطور والا نصحح والا نعدل ما هذا الشيء حتى نكونوا. طيب ولكن ما رايك في المقابل هناك من يخشى مخاوف انه ان يتورط الجيش مثلا في الساحل، ومن يتحدثون ربما عن مخاوف من ان يكون هناك دور فرنسي في هذا، ما ردك على من يطرحون هذه المخاوف؟ مخاوف مشروعه؟ وش من مخاوف؟ انه يتورط الجيش الجزائري خارج الحدود في الساحل مثلا بكل مخاطر ذلك يعني، ام انه هناك مقاربه اخرى بالنسبه لك؟ نعم على كل حال كل انسان يعني عنده فكره ومرحبا بها، لانه هذه راح تساعد وتثري النقاش وحتى يعني ربما تثري التوجيهات من اجل يعني تكون قوانين اخرى اللي تخلينا يعني نبعد من هذا لي بياج كما يقولوا. طيب فاهم يتكلموا الناس، لكن قلت لك اولا هي في اطار دولي وليس، ثانيا الجيش ما يخرجش حتى بعد ما تصادق عليه لاسومبلي مجلس النواب، سينا ما يخرجش، وبالتالي عندك كاين اون بارير، كاين حاجز، وكاين حاجز في شيء قانوني ولا شرعي من عند النواب. طيب ما رايك سيد محمد، ما رايك في الجدل الذي يثيره كذلك تعديل استحداث منصب نائب للرئيس يعينه الرئيس وهو غير منتخب، اذا حصل اي طارئ للرئيس يخلفه وينهي مهمته او ولايته عهدته الرئاسيه؟ كثيرون قالوا بان النظام يريد ان يتكرر سيناريو بوتفليقه ويكون خليفه ويمكن ان يستنجدوا به، ما رايك فيها؟ لا هي كاين حاجتين، اولا هذا نائب الرئيس اذا كان ما كانش منتخب ولا كما يديروا دول اخرى كوليسار ولا كما يسميوها، لكن ضمن حاجه يديروها حسب الخبره تاع الدول اللي وصلت وتقدمت، اما توصل رئيس تعين لواحد ومن بعد تخرج انت قال انا مرضت ولا شيء تحضر ولا اخر، ما عندوش حق يسير النهايه، واحد المسؤول ماهوش شرعي، يسمى كوديتا ابرون. ماهوش ممكن مثل كانوا يناقشوا يقول لك الوزير الاول يعني يطبق برنامج ويجيب برنامج الاغلبيه، احنا صوت عليك انت رئيس على جال برنامجك، ومن بعد تجيب انسان اخر دير وزير اول يدير برنامج اخر، يعني غير منطقي هذا الاثنين يعني. طيب. نائب الرئيس وتاع الثاني الوزير الاول ولا رئيس الوزراء اذا كان جا باش يطبق البرنامج تاع الرئيس سيتو، والا نشوفوا صيغه اخرى. لا هذه متفق على النائب الرئيس هذه يجي للتعيين غير منطقي وما يكفيش يكون شرعي. طيب سؤال اخير، الخط ليس جيدا، ما رايك في الاعتقالات ومن يقول انه عهد تبون سته اشهر؟ هناك من الحقوقيين عبد الغني بادي مثلا يقولون الوضع أسوأ من نظام بوتفليقه، الاعتقالات واستغلال فيروس كورونا والأوضاع الجيوسياسية على الحدود الجزائر، أليس الأفضل تعزيز الجبهة الداخلية وإشاعة أجواء ربما تخفيف بدلا من الاحتقان وهذه الاعتقالات التي تطال الحراكيين بشكل خاص؟
كل شيء انا متفق مع كل ما قلتم قالوا الاخوان هذو اللي يتكلموا عن معتقلين وشي، لكن يبدو لي ان فوتبول وصل في واحده ديناميكيه خلقها قايد صالح نائب الوزير الدفاع اللي توفى المرحوم على كل حال قايد صالح، هو اللي خلقها وبقات الديناميكيه هذه كما يقولوا بالفيزياء ولا باللغه الاجنبيه يقول دينيرسي، تكملوا فيها وبقوا يوقفوا يعني في نفس النمط بنفس الطريقه، الاوامر تجي خذ فلان سجنوا خذ فلان سجنوا، هذا ما يشرفناش على كل حال. الا كان كاين امور تكون واضحه واحد شفنا حتى الناس اللي مسجونين امس نقرا السيد الغديري جنرال غديري يديروا له تهم خطيره جوست برك يعني يرجعوه لنا ما عرفوش في الاخير ما فيه لا تزول التهمه الاولى راحت، التهمه الثانيه تاع الانتيليجونس هذه تاع الاكسبيوناج راحت، نفس الشيء جماعه اللي دخلوا قال لك كانوا ريونيو في كلوب دي فان ولا مش عارف وين ومعاهم دبلوماسي فرنسي ولا شيء، ومن بعد طاحت هذيك التهمه تاع دبلوماسي بقات يعني امور ان شاء الله نقولوا ان فتنا على تونال كما يقولوا مضرم ان شاء الله يعني الدوله والبوفوار هذا يعاود يشوف في فلات ان بو بليز اوبجيكتيفمون يشوف كدوله كقياده ماشي نعم احنا نحتاج قياده لقياده البلد قياده وطن قياده شعب ماشي لي كونجونكتيف هادو دخل للسجن خرج من السجن خوف الحراك حبس الرجال اللي عندهم نفوذ وعندهم كاريزما وعندهم شيء لا هذا اون شير بانتي كوم سا هذه هما الثاني ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك سيد محمد خلفاوي ضابط سابق في المخابرات، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر من قسنطينة بالذات عبد الكريم زغيلاش الناشط السياسي مدير إذاعة سربكان ينضم إلينا. عبد الكريم زغيلاش طبعا أنت نموذج للمتابعات، هل الوضع أسوأ؟ تبعت في زمن بوتفليقة وفي زمن تبون، هل الوضع أسوأ من حيث الحريات في وقت 6 أشهر فقط من حكم تبون كما يحاجج كثيرون؟ نعم الوضع أسوأ، هذه حقيقة. أنا لا أريد لا أريد أن أتكلم هذه اللغة، لا أريد أن النظام الحالي نزوبليج أدير بلي في وقت بوتفليقة كنا ميو، مي هذه حقيقة يعني ولينا دركا في حالة أسوأ. طيب ولكن كيف يمكن تفسر، تعرف سفيان جلالي وأنت قريب منه على ما أعتقد، ما رأيك؟ سفيان جلالي له رأي آخر يقول لا بالعكس هناك تحسن ولا يمكن مقارنة مع نظام بوتفليقة، هناك جزائر جديدة، ما رأيك؟ سفيان جلالي السيد سفيان جلالي هو رئيس حزب، احنا ما نقولوش سفيان جلالي، احنا نقولوا جيل جديد، حزب جيل جديد. سفيان جلالي كما يهضر عندما يتكلم هو لا يتكلم باسمه الشخصي، هو ليس حراكي، هو ليس مناضل، هو رئيس حزب، والمؤكد الشيء هو مؤكد ان حزب جيل جديد لم يعد من المعارضه، هذا شيء واضح ولا كلام فيه. طيب كيف يمكن تفسير هذا التبرير، يعني كيف يمكن تفسير قول سفيان جلالي وحتى ربما كمال داود مثلا يقولوا لا هؤلاء هناك راديكاليين الحراك، كمال داود يزعم انه مركزي فقط في العاصمه بينما يتم اعتقال محات قاسمي في الصحراء مثلا او ياسين قادري او كما زميله في تيميمون وفي كل انحاء الجزائر، يعني حالات كثيره، كيف يمكن تفسير هذا، يعني هذا التبرير وهذا المنطق؟ من ناحيه المنطق لا يوجد تفسير، لان يعني tout ce qui est en train de se passer maintenant il y a rien de logique qui se passe، هذا النظام احنا لكن نبدا من نقطه نعتبر باللي عندنا نظام نتخالف معه en face، نقابله ويقابلنا
لكن نتكلموا على الابيض لوجيك، ما كانش من لوجيك نقدروا حنايا نقدروا والله يعني ننطلق منها يعني pour trouver des explications logiques. Il y a plus aucune logique. يتهجم حاليا تفضل النظام يتهجم حاليا على النشطاء، يعني حتى كلمة نشطاء يعني في بعض الأحيان نشوفوا بلي النظام يتهجم على يعني دي جون، نقدر نقول أبطال يعني كيلكو بوار، كيما هذاك يعني هذاك تاع الصيف هذاك اللي يدير ليزيماج لي ميمز ونابل سا، يعني تهجم. هل هذا مناضل؟ هل هذا معارض؟ هل هذا ناشط؟ هذا طفل، طفل يعني بالمعنى العريض الكلمة، يدير يعني دي فوتو سوغ فيسبوك، انت تهزو تحطو في الحبس وتقول يعني هذا خطر على الجزائر؟ اين هي اين هو المنطق هنا؟ واين هي لوجيك هنا؟ ما بقاش كاينه لوجيك. طيب اسك سي ايديولوجيك؟ ايديولوجيك؟ نو سي مو جو ديري كو سي دو سيرفيفاليزم. النظام وصل الى نقطة وين على باله بلي سوف يذهب، على باله بلي سوف ينحل، il va se dissoudre، وان لم يستطيع الحراك ان ينزع هذا النظام، الأزمة الاقتصادية التي هي على ابواب الجزائر سوف تهدمه، وهو يعلم هذا جيدا. لماذا؟ لان سي بور سا كو اكتويلمون il trouve des appuis partout. Maintenant, chercher des appuis chez nos amis et nos ennemis, ça c'est autre chose. طيب يعني انت تقصد هنا فرنسا عندما يقول المتحدث باسم تبون بانه انا اذهب الى فرنسا، انا لا اتكلم على فرنسا. فرنسا دولة محترمة تحترم مواطنيها و سيزانتيغي، ولكن ما رايك في مقابل تلك الزوبعة الكبيرة واستدعاء سفير الجزائر في فرنسا الان مهند سعيد متحدث باسم تبون يقول بانه لا، ماكرون عنده نوايا طيبه تجاه الجزائر وتبون يحترمه، ولكن هناك لوبيات داخليه ولوبيات خارجيه هي التي تريد تعكير صفو العلاقات. سي ترو لوان سا مون امي، والله فرانشمون بارلي دو سا سي ترو لوان، ريستون سامبل، ريستون سامبل، بارلون دو شوز سامبل اي فاسيل ا كومبوندر. ماكرون يبارل والله هذاك سي ماكرون سي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز. المهمة الأولى نتاعو هي المحافظة على لي زانتيغي دو لا ريبوبليك فرونسيز. هذا شيء واضح، ماكرون لن يدافع عن الجزائر ولا على الجزائريين. ولكن ما يمكن، كيف يمكن التفسير في المقابل أنه هناك محاولة لتسويق أنه لا، فرنسا هي اللي تتآمر مع الحراك، ويبرز ذلك في التلفزيون الجزائري، يجيبوا معقال يقولوا، يجيبوا آخرين يقولوا نفس الكلام، أنه تم تنظيم لقاء والمغاربية هو الحراك مؤامرة يعني في الخارج ولا يدي الخارجية وغيرها، يتم قول هذا الكلام في نفس الوقت يقول تبون حراك مبارك وأنقذ الجزائر من الانهيار. في أي شاشة جابوا هذا الشيء؟ جابوه في الوان تي في؟ إيه في الوان تي في بيان سور، في الوان تي في جابوه. ما عارف لما تبعتش هل لم تسمع ما قاله معقال، محمد الخضر معقال في الوان تي في؟ وابرزته الوان تي في. هل الان ال كومون دي ديجا لابارتونونس لو ان تي في، هل هذا شيء يخفى على الجزائريين؟ اللي عندي في لو ان تي في، واللي عندي في شان 3، واللي عندي في شانيون، واضح امرهم. ولكن كيف يمكن ان تصل بهم الامور الى هذا التفسير؟ المؤامره ربما اوكي البروباغندا والدعايه، ولكن الان يبرزون هذا مثلا لو انه هناك مؤامرات في الخارج والحراك، وفي نفس الوقت يقول الحراك قد كومبلو. لا تيوري دي كومبلو، كونت اون اريف ا لو بلو دو تروفي ديكسبليكاسيون، لا تيوري دي كومبلو دوفيان ليكسبليكاسيون لا بلو فاسيل، الايادي الخارجيه هذه ماشي معلومة جديدة. Quand on n'a plus d'explication, on arrive à l'explication de la théorie du complot. الأيادي الخارجية. والأيادي الخارجية يعني بكل صراحة ليست فرنسا والإمارات ولا، هذه دول تحترم نفسها، تخدم على شعبها،
المشكل هو الجزائري اللي عندنا هنا اللي يتعامل معهم. طيب سؤال اخير، الوقت يضغط علينا. نعم. عبد الكريم زغيلاش، توقعاتك للحراك وحديث عن تحضير كثير من الجزائريين لعوده الحراك مع رفع اجراءات الحجر الصحي، ام انه ليس هناك بالنسبه للكثيرين في ارض الواقع ليس هناك حجر فعلي، يعني الناس يمشيوا لا فلان ولا رندي يديروا تجمعات عادي، بينما يتهم من يتحدث عن عوده الحراك بانه متآمر. انا يعني كل حقيقه نقول لك الحراك لم يتوقف باش يعاود يرجع. الحراك ماشي الحكايه تاع السبت ولا الجمعه ولا الثلاثه، الحراك سي ميتنون سي اونكري دون ليسبري دو لالجيريان كلكو سوا لا فيل. هذيك لا مانيفيستاسيون دو سورتير دون لا رو، هذيك سي ليماج فيزيك دو حراك. مي لو حراك اون لوي ميم ما حبش باش يرجع. دركا باش يلعب الحراك يعاود يرجع سوغ لو تيران، هادي سي ما نظنش بلي فيها نقاش. يعني سي ايفيدون بلي الحراك سوف يرجع في لو بون مومون. الحس هذا دركا فرونشمون يعني جو سو با يعني سبيساليست مي جو با ميديسان بور يعني مي برونونسي سور سا. ربما سيكون معنا بعد قليل طبيب وناخذ رايه في هذا الموضوع. نشكرك جزيل الشكر عبد الكريم زغيلاش. ربما قبل ان نودعك لوضعتنا في صوره المتابعات اللي تعرضت لها اخر معلومات. تبعت في كم من قضيه؟ ترو فوالا ترو فوق الحق. شكرا، ان شاء الله يكون خير عبد الكريم. شكرا، ان شاء الله يكون خير عبد الكريم زغيلاش. شكرا جزيلا لك، ناشط سياسي مدير اذاعه سربكان من قسنطينه. الياس فيلا، ما رايك بالنسبه لزغيلاش؟ الحراك لم يتوقف، الحراك فكره. ربما الذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يشاطره الراي، ربما في بالعكس اظهر ماتوريتي، اظهر الحراك وعي وايضا حرص على السلامه بتوقيف المسيرات على في الشوارع، فيما الأراندي والأفلان يجتمعون والأسواق عامرة والخطاب الرسمي شيء آخر. أكيد أن الحراك، طبعا الحراك عمر ما توقف، والدليل على ذلك هو يعني هذا النقاشات الكبيرة والواسعة اللي في على القنوات التواصل الاجتماعي وفي الجالية وفي خارج حتى في الجزائر، نقاشات كبيرة على الزوم وعلى الفيسبوك وعلى يعني وكثير من المقالات. ناس العراق صح، الحراك ممكن اتخذ القرار أنه يعلق المسيرات، ولكن الحراك عمره، وشفت الشباب كيف كان يعني تحول إلى العمل الخيري اللي كان عمل عظيم، خاصة في لما غلقت البليدة وكان حجر صحي كبير وكان فيه ناس كثير في ضائقة مالية، وخاصة شهر كذلك شهر رمضان اللي صراحة كان عمل جبار. وما ننساش يعني العمل تاع الجالية الجزائرية اللي ساهمت بقدر كبير في التخفيف على المعاناة. يعني الحراك عمره ما حبس. يعني اليوم الشعب الجزائري عارف أنه كما قال الأخ زغيلاش، نحييه أخ زغيلاش، يعني ضحية ويعني صراحة العيش في الجزائر اليوم صراحة يعني الشعب هذا كله في الإفراج المؤقت، إفراج المؤقت، يعني نحن نعيش في سجن للأسف، سجن كبير. واليوم ما عندناش، الشعب الجزائري ما عنده حتى خيار. يعني احنا اليوم الغاية تاع الثورة هذه أخي جمال هي الوصول إلى السلطة، يعني الوصول يعني السلطه الى يعني ليس الهدف تاعنا هو الوصول الى السلطه، ولكن التغيير الجذري، التغيير ماهوش همنا السلطه ولا همنا المال ولا همنا لا، نحن فقط نريد تغيير هذا النظام الفاسد. غايتنا الكبرى هي تغيير نظام الحكم القائم جذريا وبناء دوله العدل والحق والمساواه. وهذه الدوله هذه ما راحش تكون في ظل هذا سراق المال العام وهذا النظام المزور وهذا النظام اللي ما يحترمش الشعب. أن الدوله الحقيقيه راح تكون لما يشارك هذا الشعب ويعطوا له حقه ويامنوا به، لان هذا النظام عمره ولا يعني كان فايق في هذا الشعب، وهم في الحقيقه يكرهون الشعب. شوف مثلا اخي جمال لما يعين الـ يعني النائب
او الوزير او اي انسان سلطه يعزل يعزل، هذه ما فيش في العالم. بالمناسبه على ذلك الوزير جدل كبير الان حول التعليقات، الفيسبوك مشتعل على تصريحات فرحان التعليل الذي كان ينتقد السلطه، يعني اصبح وزيرا يقول بانه ليس على كل جزائري او ليس من حق كل جزائري يكون عنده سياره، يعني لازم مش نبدد اموال الديفيز العمله الصعبه البلاد باش يكون الجزائريين كلهم عندهم سياره. طبعا تعليقات قالوا هذا لا يختلف بالنسبه للذين يعلقون عن تصريح ويحيى مش كل الجزائريين ياكلوا الياورت، ما رايك؟ ما دلالات هذا يعني؟ لا فاقد الشيء اللي اعطيه، هو ما عنده حتى ديفيز، ما عنده حتى ديفيز باش يبدل، ما عندوش، ما عندوش خيار، ما عندوش، ما عندوش، ما عندوش. الخزينة فرغت من نهاية السنة راح يبقوا 13 مليار دولار. أين الحلول؟ أين الرؤية؟ وين هذا الانفتاح؟ وين راه التهدئة؟ وين راه وين الجزائر اليوم ما لقاش طمأنينة؟ الجزائر اليوم حس أن في سجن كبير، وفي ظل هذه الظروف القاهرة وهذا القهر وهذا الحجر، الحجر هذا الإرهابي نتاع هذا النظام، يعني ما راحش تكون حلول. الحلول راح تكون بالشعب وبالشعب فقط، الحلول راح تكون بالكفاءات، الحلول راح تكون باحترام هذا الشعب، نخليو الناس نحرروا الحريه، نخليو الناس تعبر، نخليو نقاشات كبيره اليوم معطله. هذا الناس، هذا النظام عطل هذا البلد، وقضيه هو يربح في الوقت. الى متى نبقاو في الانسداد؟ الى متى بالله عليك اخي جمال، الى متى تبقى هذا البلد يعني ضحيه هذا النظام المجرم؟ الى متى؟ حان الوقت اليوم يعني لي، يعني وين الحكمه؟ سبحان الله العظيم، والله سيندمون اخي جمال، قلت لك من قبل، والله لو روحوا هذه الناس على الحراك ممكن، الله ان شاء الله راني غلط، ممكن يجيو ناس اخرين، ها يروحوا الناس هذو ويجوا شباب اقول لك ممكن راح يكونوا اعنف من هذو، ممكن النظام هذا والله ما يلقى من يحاوره، لان هذا النظام لا يريد سماع الراي الاخر، ما يريد الا يعني يرينا ما يرى. هذا النظام ما رايك، هذا النظام هل العسكر هم الحاكم الفعلي؟ طبعا جدل كبير حول هذا الموضوع، ده جدل مستمر من منذ استقلال الجزائر، في مقابل مجله جون افريك، فيما يبدو انه ربما البعض الذين يتابعون ويقرؤون بين السطور كانه اريد ان يبرز هذا التحليل في مجله جون افريك، تقول بان تبون يعيد تشكيل الجيش الجزائري على هواه وبدون احداث موجات، وتزعم نقلا عن شخص ملم بخبايا النظام، كنا نقول ان تبون لعبه في ايدي الجيش لكن اتضح انه استراتيجي قادر على التعامل معهم، ما رايك؟ وهو الذي يقوم بالتغييرات، اعاده تنظيم تدريجي للجيش واجهزه الاستخبارات، وتنقل انه هناك مؤشر ايضا مهم سيكون باحاله الفريق علي بن علي قائد الحرس الجمهوري على التقاعد، وغيرها من المعلومات في هذا المقال طبعا، وايضا تصفيه الحسابات مع من اتهموا بدعم عز الدين ميهوبي بشكل خاص وسيم ابو عزه مدير المخابرات واقالته وحتى سجنه، ما رايك في هذا؟ والله انا نقول لك صراحه اخي جمال، انا والله لا يهمني يقول، يعني لان بأسهم بينهم شديد. هذا الشيء هو يعني صراحه غياب الشرعيه، كل شيء ممكن اليوم، تلقى ان كلون كونتر نوتر، يعني قاعد تغير الخريطه كل يوم، يعني وكأن هذا الشعب ما عنده حتى قيمه، كل شيء خارج الشرعيه، كل شيء اليوم ميزان القوى مع فلان، غدا مع فلان، غدا تكون انوتر كلون، وكذلك يعني احنا من الاستقلال احنا عايشين هذا المؤامرات، هذا يتامر على هذا، ضيعنا كل جهود نتاعنا في ضرب بعضنا وتكسير بعضنا وتحطيم هذا البلد، يعني حان في ظل، يعني لو كان اليوم عندنا نظام شرعي والله كل واحد شاد سبعه، يعني في ظل يعني هذا يعني صراحة غياب الشرعية وغياب القانون وغياب يعني التحكم، يعني التحكم القانون، يعني كل شيء ممكن اليوم. تبون راهو رئيس، والله ما على بالناش ممكن على عام يكون في السجن، ما على بالناش يعني. هل وهناك من تحدث في هذا الموضوع انه ربما بالعكس، في المقابل وجهة النظر الاخرى تقول لا بالعكس، تبون جابوه العسكر كما يرددون في الحراك،
وانه بالعكس انه تخريجه قصه نائب للرئيس يعينه الرئيس حسب التعديل الدستوري رغم انه ليس منتخبا ويكمل مهمه الرئيس اذا حدث اي طارئ له توفي بعيد الشر او حصل له اي طارئ او اقيل او هناك خليفه جاهز ليخلفه نائب رئيس غير منتخب ليكون عكس تيا او لمنع سيناريو تكرر سيناريو بوتفليقه. يعني اصحاب القرار دائما عندهم باك اب. والله العظيم في جماعه يعبثون، كل واحد يجي يعبث بهذا البلد، قلت لك خارج القانون. يعني كل واحد يعبث بهذا البلد، ويعني واللي يجي يريد كيفاش يعاود يبسط يعني يعاود يبسط السلطه نتاعو. ومثلا اليوم مثلا تكلموا على مسؤول الدستور، طب ونجنا يعني بالله عليك، هل الجزائريين والشعب الجزائري في حاجه الى دستور جديد؟ هل هذا النظام هو اللي راح ينظم ناحيتنا؟ هل هذه اللا شرعيه هي اللي راح تخرجنا من هذا المازق؟ يعني صراحه إن اليوم يفعل ما يدير واش يديروا، يديروا واش يحبوا، نحن غير مهتمين الحراك، احنا كحراك كشعب نتجاوزوا كل الترهات نتاعهم ونركز على الحراك والثوره السلميه نتاعنا، لان لابد من حمايتها، لان النظام هذا يريد بكل طرق افشال وضرب الحراك في مقتل لكي يبقى هذا الشعب كالعبيد يخدم القوه الخارجيه وتبقى الاراضي نتاعنا مغتصبه وتلقى الخيرات نتاعنا مغتصبه ويبقى هذا الشعب عايش بالسميك، عايش فقير، عايش ب 100 اورو، بالله عليك 100 اورو في الشهر، الفقر والمجاعه والتخلف والاستعباد، هذا الشيء اللي مرفوض. طيب للاسف كنا حبينا كان المفروض يكون معنا دكتور محمد طاهر دريدي، في الطبيب المختص في العلاج بالاشعه يكون معنا، ولكن الزملاء يحاولون الوصول اليه، كنا حبينا ناخذ هذا الجانب ولكن لا يستطيعون الوصول اليه، يعني الجانب ربما تقييم تبو الذي كان يتحدث عن جزائر جديده كذلك حتى في القطاع الصحي وفي مجالات اخرى. جزائر جديده ام انه نظام يعيد تدوير نفاياته كما برز بشكل خاص مع تعيين عسلاوي في مجلس الامه؟ يعني اي جزائر جديده يا اخي؟ اي جزائر جديده؟ وين هي الجديده؟ البرلمان هو البرلمان بغرفته هو، يعني المجلس الدستوري هو هو. تبون اخي جمال، تبون يوم 13 فبراير 2019 كان في القاعة البيضاوية يهلل ويسبح بحمد بوتفليقة. خلونا متمسخير يا أخي الكريم، أي نظام جزائر جديدة؟ وين يعني في القاعة طبعا التي رفعت فيها جمعية تربية مواشي مع العهدة الخامسة، وتم تعيين كذلك بكل جدل حولها أحد أعضاؤها عضوا في مجلس الأمة الذي يقول جزائري أنه تبدد فيه الأموال فقط لا طائل منه. والله العظيم صراحة يعني هذه مؤسسات يعني ما عندها حتى وزن، لأنها لا تمثل هذا الشعب. خليهم يفعلوا ما يشاؤون، قلت لك أخي جمال خليهم يعينوا اللي يحبوا. احنا عارفين أن في الجزائر يعني كل شيء ما هوش مبني على أساس صحيح. ما فيش مؤسسة اليوم في الجزائر، ما فيش مؤسسة اليوم راهي محتكمة للقانون ومحتكمة للدستور. القانون غائب اليوم والشرعية غائبة، وكل يدلي بدلوه، كل واحد داير رأيه، لا غياب القانون، وهذا الشعب ما عنده قيمة. والدليل على ذلك أن الشعب الجزائري اليوم يعني فيه من يعني النشطاء اللي يستدعوا يجيوا يهولوهم في ديارهم 5 و6 و7 مرات. يعني هذه الجزائر الجديدة؟ أي جزائر اليوم الصحفي ما يقدرش يعبر. التواصل صفحات التواصل الاجتماعي الشعب كثير من الشباب تراجع. يعني وين الحريات؟ وين حريه التعبير؟ وين الصحافه الحره؟ وين انفتاح التلفزيون؟ وين المعارضه؟ يعني المعارضه اللي ما تسبحش بحمدهم وتشيت لهم، يعني غير يعني وين طابو؟ وين فضيل بوماله؟ وين الاحرار؟ يعني ليش غالقين هذا المجال؟ اي جزائر جديده؟ وين راهي الجزائر الجديده هذه؟ وين راهي؟ بالك احنا رانا عميين، بالك احنا رانا عميين اخي جمال. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا الناس اعمى، اعماهم الله، لان لو كانوا فيهم شيئا من الحكمه لكانوا على الاقل يهدئوا الامور. هل هناك امكانيه ربما للتهدئه مع المخاطر، الاوضاع الاقتصاديه، مع حتى زوال وهم كثير من ما سمي التيار الباديسي مثلا، واتضحت الامور
ثم محاولة اللعب على الوتر الإيديولوجي وتفريق الجزائريين. هل أصبحت الصورة واضحة عن الجزائر الجديدة يعني، وربما عملية الفرز واضحة، وأنه الحراك غربلة من يريد استمرار نظام فاشل ومن يريد تغييرا، ومن يحب الجزائر يريد تغييرا حقيقيا؟ هل هذه الصورة واضحة لا أو أوضح بشكل أوضح بعد 16 أشهر من حكم تبون؟ نعم نعم، في الـ في الـ في الـ يعني مش يعني كثير من الناس كانوا يحسبون على الحراك، كانوا يخادعون يعني يخادعون تارة مع هم في الحقيقة مع السلطة، ولكن يخادعون الحراك ونعرفهم احنا سريا يعني يتعاملوا مع النظام. وبالتالي اليوم الغربان كما قلت اخي جمال يعني صراحة عمل جبار، واليوم الشعب الجزائري عارف من المصلح من المفسد، عارف من اللي يحب هذه البلاد، عارف من صاحب المصلحة، عارف من الناس اللي ما عندهاش وزن سياسي، الناس اللي ما عندهاش يعني صراحة الناس مثل بعض الأحزاب يعني الطفيلية هذيك اللي ما عندها حتى يعني وزن، ويعني لا ريزون داتر تاعهم هما أنهم يكونوا مع النظام، لأن الشعب رفضهم والشعب ما يعطيهم حتى قيمه، وبالتالي يحاولون يعني الميل الى النظام والميل الى القوه على حساب للسلطه على حساب الحراك. ولكن الحراك سيبهر الجميع، والله سيعود الحراك، والله هذا النظام اللي راه مستبد هذا. اخي كريم، هنا في انجلترا كانت يعني في القرن 16 في القرن 17 اخي جمال عاشوا مرحله مماثله. أوليفر كرامويل لما كان يحلل في هذا تشارلز فارس يعني الكينج تشارل اللي كان مستبد، ويقول له يا شارل خلينا نتلاقى وخلينا يلا الحوار، خلينا نلقوا يعني حلول لهذا البلد، ولكن تشارل استبد ولم يسمع لهذا الانجليز، ف كانت نهايته الكل يعرف نهايته انه قطع راسه. يعني احنا اليوم ماناش حابين نلحقوا الى هذا، بالله عليك اخي جمال اليوم هذا الحراك له بهذه الحكمه الرائعه يعني، وهذا هذا هذا يعني والله هم احتقروا هذا الشعب لانه في سلميه، ولكن السلميه هذه هي اعنف من عنفهم، لانها قضيه تاع وقت، لان النظام هذا راه هو امام حائط، راه يتخبط وراه يحاول يربح في الوقت وراه يحاول يخادع الجميع، ولكن هذا الشعب اذكى ويعني احكم وموش حب يدي يعني احنا جوزنا ماضي دامي، ماناش حابين نعاودوا نفس الغلطه. لا يلدغ المؤمن المجرح مرتين، نريد نحافظ على هذه الدوله، نحافظ على على على, على, على الاستقرار هذا الشعب، ما لا نريد شرا للبلد كما يدعون ودائما ينعتون اهل الحراك انهم ناس يعني اصطادوا في المياه العكر. لا، نحن نحب الجزائر والله ممكن اكثر منكم، لان احنا نبكيو على الجزائر من دون ما عندناش مصلحه، والله ليس لنا لا ما عندنا لا مصلحه، لا حابين سلطه ولا حابين مال ولا حابين جاه، حابين نشوفوا شبابنا يعني معاهم شغل، حابين نشوفوا رفاهيه، حابين نشوفوا طرقنا نظيفه، حابين نشوفوا اداره يعني ان بي كي افيكاس يعني فيه سياحه، فيه مؤسسات، فيه يعني في بلد فيه العيش، بلد نقدروا نعيشوا فيه. اليوم الجزائر بلد غير مرغوب فيها. ما أنه الجزائر، أنت في بريطانيا كنت تتحدث عن تاريخ بريطانيا، في تاريخ بريطانيا صورت الجزائر 4 شوارع في إنجلترا تحمل اسم الجزائر العاصمة الجيز، في 4 مدن يعني. نعم. لصورة الجزائر يعني تاريخيا يعني. سؤال أخير في ثواني بالأحرى، في نصف دقيقة. إذا في اعتقادك الحراك مسألة وقت فقط، وسيحترم إجراءات التباعد وأيضا كل الظروف الصحية، وسيعود الحراك بأكثر سلمية وأكثر حجة أقوى في اعتقادك؟ هذا ما كنت تقوله؟ نعم بالطبع، وكأننا كنا في تكوين يعني، الناس كانوا في تكوين، كان هذا الحراك الصحي يسمح، أعطى فرصة كبيرة للشعب الجزائري وللحركيين والفئات كبيره. اليوم اصبحت تتقبل الراي الاخر، الحراك هو الدوله، الحراك هو يعني صراحه ثقافه الدوله عند الحراك وليس عند الدوله، لان الحراك اليوم راكم شفتوا نقاشات كبيره دارت بين المعارضين، كان فيه تقبل الراي الاخر، كان فيه نقاشات استفدنا منها. يعني الحراك بحكمه وسيعود بقوه باذن الله، وان شاء الله
ياخذ هذا البلد ان شاء الله الى بر الامان ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الياس فيلالي الناشط في العراق وتابعنا عبر خدمه سكايب في لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه مني ومن كل الفريق العامل. اجمل التحايا، الى اللقاء.